غالباً ما تكون المشاكل الجنسية بين الأزواج موضوعاً حساساً، ولكنه ضروري للمناقشة. التواصل هو المفتاح. يتجنب العديد من الأزواج الحديث عن هذا الأمر، معتقدين أنهم سيحلون المشاكل بأنفسهم. ومع ذلك، الصمت يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم والإحباط. ومن الأهمية بمكان التعرف على أسباب الصعوبات، سواء كانت جسدية أو عاطفية أو نفسية. في بعض الأحيان يمكن أن يؤثر الإجهاد اليومي أو التعب أو المشاكل الصحية على الرغبة الجنسية، وفي أحيان أخرى يمكن للتوقعات غير الواقعية أو التجارب السابقة أن تخلق عوائق. إن تثقيف الشركاء حول رغباتهم يمكن أن يعزز العلاقة الحميمية. من المهم أيضاً أن تتذكر أن الحياة الجنسية تتغير بمرور الوقت، وقد تكون التعديلات ضرورية. إن طلب المساعدة المهنية مثل اختصاصي علم الجنس يمكن أن يقدم وجهات نظر جديدة وحلولاً مخصصة. وفي نهاية المطاف، يشكل الاحترام المتبادل والانفتاح الفكري ضرورة أساسية للتغلب على هذه التحديات.